دورة الرئيس، كيف تصفون علاقة جمهورية العراق فيما يخص مواجهة الإرهاب وداعش، بدءا مع المملكة العربية السعودية ومرورا بدول الخليج العربية وانتهاءا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ نبدأ من الأخير، علاقتنا مع الجمهورية الإسلامية تكاملية على أعلى المستويات في مواجهة داعش، لأننا وإيران ندرك تماما خطر داعش على المنطقة، على العراق وعلى إيران وعلى سوريا وعلى حتى المنطقة العربية اللي هي من الطرف الآخر السنية، إذا سمينا الأشياء بأسمائها. نحن ندرك خطر داعش على المنطقة وعلى الأمة كما قلت لك سابقا، وأنها ستثير بيننا موجة من العدائية التي يصعب السيطرة عليها وتتحول إلى دماء، وأعداء الأمة يرتاحون لأنه إحنا سنكفيهم المؤونة بأن يتصدى بعضنا للبعض الآخر. فمع الجمهورية الإسلامية توجد رؤية مشتركة، يوجد أفق مشترك في النظر إلى هذه التحديات، في النظر إلى وحدة الأمة، في النظر إلى ضرورة مقاومة التحديات بمختلف الأساليب السياسية والإعلامية والثقافية والعسكرية. لذلك من هذا الجانب استطاع هذا المحور أن يكون قويا من خلال التكامل والرؤية المشتركة. أما مع باقي الدول فالرؤية تختلف قوة وضعفا مع الدول الأخرى الشقيقة والصديقة والجارة. لا أشك أنهم جميعا يدركون خطورة داعش أصبحت حتى على أنظمتهم، ولكن البعض من هذه الدول محكومة لعقدة طائفية ولحسابات تعتقد بعض مفاصلها وقياديها وبعض مفتيها وعلمائها يعتقدون بأن القضية الطائفية ومواجهة الشيعة مقدمة على مواجهة داعش. هذه مشكلة قد تورطت بها بعض الدول، بالذات السعودية لم يكن لها دور إيجابي معنا في مواجهة القاعدة منذ بدأت واستمرارا إلى وضعنا الحالي في داعش. أنا لم أشهد أي دور إيجابي كان للسعودية كشريك معنا في مواجهة الخطر. ربما الآن بدأوا يشعرون بأن داعش سترتد، بل ارتدت عليهم وعلى غيرهم، ومن العقل والمنطق والحكمة أن تبادر السعودية وبقية دول الخليج دفاعا عن مجتمعاتها، دفاعا عن بلدانها وأنظمتها، أن تبادر للتعاون مع العراق في مواجهة هذا الخطر.